السلام عليكم، راكو تشوفوا الله يبارك الطائر، على بالي بلي عجبكم خاصة كي مدريسي. اليوم راح نديكم واحد السوق فيه كلش، تبعوا معنا. هاد السوق جاي في بودوا، وككل أسواق لازم تبكر باش تطيح في لافير. الانطلاقة كانت على الساعة 25 دقيقة. كما راكو تشوفوا الخلويت على طرود فارغة، تلاقينا مع هاد الهاربين رفد الكباش ثم ولاية بومرداس. رحب بكم، اشفى مليح على هاد الرون بوان، كمل معاه قبالة تخرج في السوق. وين لقيت بلاصة قاري، خاصة اذا ما وصلتش بكري ما كان له تخمم. هادي يامات الصيف على 6 تقريبا يبداو يحطوا تاع برات، تلقاو عندهم كلش حاجة اللي تجيك في راسك راهي تما. من بعد داخل راح يقابلوك وين يبيعوا الخضر، موراها اصحاب القش تاع البالا، وفي الاخير المكان اللي فيه الناس تجيب طيور والدجاج. نخليكم تترشقوا مع الفيديوهات المولوعين، مشاهدة ممتعة. سلام. بالك الطبيب هذا بالك مازال ما سوموكش سومو لا 800